هذا المساء عمر السومة تخطى فيكتور سيموس وعماد الحوسني وأصبح أكثر اللاعبين الأهلاويين المحترفين تسجيلا في شباك النصر. 7 أهداف جاء منها 3 هذا المساء، أولها كما شاهدنا من كرة ثابتة مخادعة في الدقيقة 5، والهدف الثاني في الدقيقة 28 بكرة قوية، والهدف الثالث الذي نشاهده الآن بصناعة اللاعب مصطفى بصاص وتسجيل عمر السومة هاتريك في هذا الشوط ل3 أهداف للأهلي، 3 أهداف شخصية لعمر السومة، بينما